تحياتي للجميع، بتمنى تكونوا بخير. أنا من فترة طلعت فيها بلايف، كنت مقرر بهذا اللايف يعني أعلن إنه أنا رجعت بدي أنشر على هالقناة من جديد. لكن بهاي الفترة اللي أنا غبت فيها صارت معي أشياء كتيري، وأنا كمان كنت بهاي الفترة يعني فترة نوع من التحليل أو إعادة خلط الأوراق مثل ما بيقولوا، لحتى أشوف أنا شو بدي أوصل من وراء هاي القناة. فأنا هذا الفيديو هيك حابب خليه فيديو مصارحة، أحكي فيه عن اللي بدي أحكي بهاي القناة وليش أنا شو اللي عم بسوي، وبعد هذا الغياب شو طلع معي. تظروا أنا بالفترة اللي مضت كنت مركز بشكل كبير على فيديوهات جوانب خدمية، فلوقات فيك تقول اللي هي العلاقة بهولندا، بتهم الناس اللي جايين جديد على هولندا، ومن وقت لآخر كنت يعني حط موضوع اجتماعي لأني أنا شخص عامل بالشأن الاجتماعي، ممكن نقد مجتمعي يعني على الخفيف. كنت حاول يعني رغم أني أنا شخص مشاغب، كنت حاول دائما أنه يعني راعي التوازنات مثل ما بدي أقول. ليش أقول أنه أنا مين ثقلي بهذا المجتمع لحتى نطلع أنتقد المجتمع بأكمله؟ ما حغير، ما حجيب تأثير كبير. لكن بصراحة يا جماعة بهاي الفترة اللي غبتها، ورح صارحكم فيها وتحملوني إذا طولت شوي بهذا الفيديو، اكتشفت أنه نحن بعد، أنا بالنسبة إلي يعني من بداية المأساة السورية بدي أقول، حتى أنا لو صرت هولندي سوري ولكن نحن ما بنطلع من جلدنا بالنهاية. أنا ما قدرت أطلع من جلدي بغض النظر شو بتهمونا، أنا لو طلعت من جلدي صدقوني كانت استرحت من زمان يعني، وعشت حياتي وماشي حالي، صار عندي عائلتي وعندي شغلي ومبسوط في البلد اللي أنا عايش فيها بالمجمل يعني. ما قدرت أطلع من جلدي، وكنت في هاي فترة هاي المأساة عم عول أنه هذا التيار اللي بده يطلع يقول هوني غلط، ونحن كنا نحن أنا كنت غلطان مثل ما أنا قلت بمرات كتير، ولو عملنا هيك كان أحسن، ونحن في عنا مشكلة نحن نفسنا، مو كل المشاكل هي جبهة النصرة ولا بشار الأسد ولا داعش، لا نحن فينا كمجتمعات جينا طلعنا شفنا قارنا بمجتمعات أخرى، شفنا مشاكل مجتمعات تانية كان عندها مشاكل تخلصت منها، تطلع هاي النخب وتحكي، تطلع الناس المؤثرة وتحكي. اكتشفت في كل هذيك الفترة انه انا دائما انه هذا الحكي مو وقته، هذا اللي اسمعه بشكل او باخر، نحن في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة من تاريخ الامة، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ثورة مستمرة والاسد ابن الحرام هو السبب، والله لا يوفق حكام العرب تخلوا عنا، والله لا يوفق الغرب تآمر علينا. من الاخر ما حدا عم يحكي، ما حدا عم يحكي، انتبهوا أنا ما قلت حدا بده يغير يعني، لسه بلسانه. الناس القاعدة بأوروبا أو قاعدة بدول تتيح لك حرية الرأي زي حكايتي، تقدر تحكي فيها في سقف من الحريات، تحاول تغير، تحاول شوي تقول للناس لحظة يا جماعة اللي عم نعمله يعني ما جايب نتيجة. لذلك أنا قررت أطلع وأحكي، مو لأني حابب أحكي، لأني بصراحة لازم حدا يحكي، لازم حدا ينبه الناس اللي بعيدين عننا كتير، واللي آخذ خياره وعرفان تماما شو عم بيسوي، يعني مثل المستفيد من النظام على سبيل المثال، هذا بصراحة ما مستني لأقنعه أنا غير له رأيه وخلي ضميره يصحى، هذا هو أخذ قراره وخلص يعني بمساوئه كليات هو هيك زي ما هو. لكن في ناس تأكل لتشبع تصحى لتنام، عايشة بالنص معنا، أو ناس ملتبسة عليه الأمر، أو شايف إنه هذا هو التيار الكاسح، يعني هذا هو التيار الكاسح اللي بيقول لك زي ما قلت الغرب السبب، تخلي الحكام العرب، الدكتاتور الظالم، ما حدا عم يجرؤ يعني، باستثناء ممكن عدي يد أسماء أنا لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، يعني طيب بدلي ولا إياد شربجي ولا يعني ناس هدول أخذوا على عاتقهم يتحملوا من سبات الشعب السوري كله والشعوب العربية كلها يعني more or less يعني الشعب السوري، ما أنه هني سوريين بالمرتبة الأولى، لحتى يقول يا أخي لحظة شوي نحن عم نضحك على حالنا قبل ما نضحك على حدا. لما بيوصل مجتمع معين لمرحلة ما عنده شيء يخسره، have nothing to lose literally يعني حرفيا ما عنده شيء يخسره، تتوقع منه أنه يقوم بعملية المكاشفة. هذا الموضوع اللي نحن بعد 12 سنة منقول لسه ما وقته وما لازم نحكي فيه، وفي بعض القضايا عمرها 70 سنة كمان ونحن لسه ما وقته وما لازم نحكي فيه. لكن أنا شايف أنا بدي أحكي فيه وليكن ما يكون، وإذا ما كان هيك أنا بدي سكره وافتح قناة طبخ أو قناة رقص وتحديات الأندوم الحار وما إلى ذلك.
أنا شخصياً لما اتجهت للسوشيال ميديا، وأنا حديث العهد بهذا الموضوع وأصلاً ماني خبير، شوفت عينكم كاميرا بسيطة وبدأ لأدوب أتعلم أقطع فيديوهات يعني من قريبه، عجبني الموضوع لأني هي في مساحة من الحريات، بغض النظر في خوارزميات بتحكمك بتخليك تنتشر أو لا، لكن أنت قادر تروح تطرح رأيك وتوصل لمجموعة كثرت أم صغرت. يعني بعرف هذا الحكي يمكن ما ضل حدا شايل بإيده موبايل ما بيعرف أنه يعني هيك مضمون ما حدا بيشتري، أو هذا ممكن يتحارب حتى إذا بدك، وهذا بيتسكر من وراء قنوات وبيتسكر منه منصات، وياما راح تعب عالم وما في حدا بيدفع عليك فلس واحد. هذا الحكي أتوقع ما ضل خافي على أحد يعني، ولكن أنا توقعت أنه على الأقل نحن خرجنا من سيطرة الإعلام المسيس، ولكن اكتشفت لاحقا أنه نحن خلصنا من سيطرة الإعلام المسيس أو من مقص الرقيب، أو في واحد فوق رأسك أصلا جزء ما يسمح لك تحكي لأنه ممكن تخسر حياتك، ولكن خرجنا لدائرة أخرى، دائرة المقص الاجتماعي، الرقيب الاجتماعي، المجتمع هو شو بده. يعني أنا ما شفت حدا عم يجرؤ يطلع يقول للأشخاص كتيرين طلعوا بيقولوا حرية وديمقراطية وكذا، أنه أنتوا نفسكم ما نكون ديمقراطية، أنت بدك الحرية بسألك، أنت بدك الحرية تعمل اللي بدك يا أبو أولادك، أنت ديمقراطي؟ خليني أشوف ديمقراطيتك إذا قررت بنتك تتجوز واحد من غير طائفة مثلا، أو تغير دين على سبيل المثال. نحن أشخاص ما نن ديمقراطيين. برجع بقول أنا كشخص بسيط عم بحكي هذا الموضوع لأني ضغط زرعا بأنه ما حدا عم يسترجي يحكي فيه، وهذا اللي بدي أحاول بالفترة القادمة ركز عليه وأحكي فيه لعلي أجد آذانا صاغية. أنا رح أجاوب على سؤال يمكن ينسأل في التعليقات تحت هذا الفيديو أو أنسأل عليه أنا لاحقا، أنه أخي مينك أنت لا تطلع تحكي هذا الحكي؟ والله أنا حجاوبك عنه لهذا السؤال وريحك منه. لما بتشوف أنا كواحد معتبر نفسي مثل ما قلت ما أطلع من الجلي، واحد من هذا المجتمع شايفه بدون ما يكون عندي أي علم وأي خبرة، شايفه لهذا المجتمع أنيته بكل ثقة وبالسرعة القصوى يتجه نحو الحضيض، شعب تحول مثل كثير من شعوب الشرق لشعب حلمه يهرب من البلد اللي هو ربي فيه، حلمه يطلع يأسس حياة مكان تاني يكون فيه له بس متطلبات الكرامة الإنسانية، شعب حكومته أصلا ما حدا معترف فيها. يعني لما بتقول هذا لما بيذكر اسم بلده اللي بيخطر ببال الناس أولا اللجوء، التشرد، الفقر، الحروب، القتل، النزاعات الطائفية، بشوف أنه الموضوع واجب وطني بصراحة، واجب إنساني أنه أنت تحاول تغير هذا الواقع، تحاول تغيره مو بس بالحكي بالمناسب، كل واحد على قدر استطاعته، كل واحد بالمكان اللي هو فيه. اللي أنا ما بدي أقعد عمل نفسي شخص أنا ناشط 24 ساعة عم بحاول ساعد بالنهضة بهذا المجتمع، لأن هذا المجتمع ما بيساعده شخص، هذا المجتمع بيساعد نفسه بنفسه، ولنا دليل على هذا الموضوع المجتمعات اللي نحن عشنا فيها، يعني المجتمعات اللي خرجت من الحرب العالمية الثانية ما جاء فيها شخص قاد نهضة هذه البلاد، المجتمع كلياته نهض مع بعضه، المجتمع كلياته مع بعضه تجاوز أحقاده، المجتمع كله مع بعضه قرر يساهم بإعادة الأعمار، المجتمع كله مع بعضه أنا ما بدي أقول أنيته هنين أنيته أشخاص خارقين، هنين جربوا عرفوا أنه في شيء غلط حاكموا هذا الغلط، جربوا طرق جديدة والطرق الجديدة زبطت معهم صاروا يطوروا واستقروا عليها، ولازالوا هني لحد الآن بحاولوا يطوروا من أساليب حياتهم اللي عايشين. هذا الشيء اللي نحن مستحيل نعمله، هذا الشيء هذا المجتمع اللي بحاكم أخطائه وبحاول يعالجها بطرق جديدة لا مستحيل. نحن بتلاقي عنا واحد طالع من من من, من سنين من بلده، طالع كلاجئ يتيما عاريا حافي، يعني ابدا ما عنده اي شيء، جاي للمجتمع المستضيف عم بيقيمه لهذا المجتمع لانيته ما عنده شطافه بالتواليت مثلا، تشوف هيك شيء يعني، وعم بيتف عليه وما عجبه. يعني فينا نقعد نحكي نحن بهذا المجال فيني احكي لساعات، يعني يمكن انا عملت اصلا عشرات الساعات من اللايفات، لكن بصراحه لازم نحن على قلتنا، أنا متأكد من موضوع مثل ما قلت أنه نحن الناس اللي عم نفكر خارج الصندوق، بغض النظر أنا ما بقول مثلي، لكن الناس اللي بتفكر خارج الصندوق بشكل عام هني قلائل بمجتمعاتنا، هني قلائل ومحاربين. بعطي أمثلة، فيني أعطي أمثلة لها أصل الآن.
لما انت هلا حاليا مثلا هلا الترند اللي طالع هي حرب اسرائيل مع حماس او حرب اسرائيل على غزه، اذا قلت انت انه السبب هي حماس خربت بيوت الناس بيقولوا عنك انك صهيوني. واذا قلت انت بالشمال السوري، هذا الشمال السوري هونيك ما في بشار الاسد، هونيك المصايب كلها من سلطات الامر الواقع على راس جبهه النصره، وللاسف للاسف في لهم قاعده شعبيه بيقولوا عنك انه انت شبيح. وإذا بدك تقول أنه مثل ما قلت من شوي أنه هذا الشخص اللي هو بيطلع بيقول لك حرية وديمقراطية، هو نفسه ممكن يكون ديكتاتور وفي بقلبه دعدوش صغير، بيقولوا عنك أنه أنت عم تلعب مؤخرات الغرب. أي ظاهرة ممكن تحكي عنها أنت ببلدك، حتى ببلدك والمناسب اللي أنت انتقلت لتعيش فيه يعني الحالي؟ أنا بالنسبة لي هولندا، إذا حكيت عن ظاهرة بتنتقدها مثل أي مواطن عايش بالبلد بالمناسبة، أو مستغربة أو بتتمنى هاي البلد تصير أفضل، بيطلع لك واحد من أبناء جنسك، يعني هذا اللي بيطلع بده يمارس عليك رقابة أخرى، يعني بيطلع لك جناب الملك بيقول لك ما عاجبك روح على سوريا. يعني في فيديو مثلا بحكي فيه أشياء غريبة صدمتني في هولندا، أشياء غريبة أنا استغربت لقيت أني تغريبي، ما عاجبتك البلد روح ارجع على سوريا. هاي عقلية المجتمع اللي فيه صفر واحد بيفكر بس أنا هذا ليك شكله مو معنا فأنا لازم هاجمه بدون ما يسمع لك. هاي العقلية هي بالدرجة الأولى أن نحن لازم نحاربها، وبدعو كل الناس اللي عم تسمعني ليحاربوها، كل واحد بالأدوات المتاحة لديه. وبهاي الحالة أنا شايف المساحة اللي موجودة على السوشيال ميديا لازم نستغلها نحن، لأني بدي أقول واحد إيه أنت شو بدك تحصن وراء فيسبوك ولا يوتيوب ولا غيره؟ والله هاي المساحة نحن إذا تركناها الظلاميين استخدموها وبرعوا باستخدامها وعندهم أدوات أكثر مننا بكثير، قدامنا خيارين، يا إما نحن نقول أخي مثل ما في كثير ناس بعرفهم هون، ناس اني احسن مني بكل المستويات، اخذت خيار انه اخي هذا مجتمع لا رجاء فيه والخلاص فردي وجلدوا ليل نهار وينحرقوا في قلب بعضهم ونحن ما دخلنا فيه وطلعنا فيزيائيا منه، انا لا انتمي له. فيك تاخذوا لهذا الخيار بالمناسبه، وانا ما بقول هذا الخيار خاطئ 100%، لكن ما بدي اقول عنه انه خيار شجاع، ما فيني اوصفه بانه خيار شجاع. وفيك تاخذ الخيار اللي هو انت تمشي مع الغالبيه، نحن منتصرين بعون الله، ويلعن ابو الغرب على ابو العرب على ابو اسرائيل على ابو امريكا على ابو هولندا اللي استقبلت على ابو الدنيا كلياتها، وانا سانتحر وستصعد روحي المعنويه الى السماء والثوره مستمره من وسط برلين، من هالحكي هذا اللي بتعرفه يعني فيك تعمله، وبتردد الشعار وتاكل سندويش اللبني وتنام، فيك تعيش لهي الحياه. لكن انا شخصيا واتوقع بشجع الناس تاخذ هذا الخيار، انه انت انا ما بقول انه هي قضيه ناضل مشانها، انا ما بحب، انا عندي حساسيه من كلمه قضيه، انه نحن ناخذ هذا الخط الثالث. الخط الثالث انه اخي نحن نحاول نشوف على الاقل هاي الامراض هاي المشاكل نوصفها، واكيد في ناس كل واحد بيقدر بمجاله يحاول يحلحل هاي المشاكل، لان نحن لساتنا بمرحله ما قبل التشخيص، لساتنا مرحله التوصيف. مرحلة التوصيف يعني نقول نحن يا جماعة يبدو في شيء غلط عنا ما حدا وصل له، بما أنه نحن أصلا ما في عنا نخب، يعني أصلا النخب عنا هي نخب متعالية، والنخب اللي هي النخب الحقيقية هي نخب مستترة لأنيتها محاربة. لأني أخي يعني كون صريحين كمان، يعني دائما بحب حط حالي مكان أي شخص من هدول الأشخاص اللي ذكرت لكم أسماء من الأشخاص اللي بتابعون، شفت صفحاتهم على الفيسبوك، شفت مواقعهم، شفت قنواتهم على اليوتيوب، والله بتحملوا سيل من الشتائم، تهديدات بالقتل، يعني ما لا يطيقه جبل. ما كل الناس عندها القدرة لحتى تتحمل هاي هذا الضغط اللي هو من مجتمع المفروض انت لما عم تنتقده فانت هذا المجتمع لان انت بدك ترتقي فيه، بدك وضعه يكون افضل، انت بتعتبر نفسك منتمي له. يعني انا شو بيهمني روح انتقد المجتمع الصيني مثلا ولا المجتمع الايراني حتى، شو بيهمني هذا الحكي؟ ليش بدي اضيع وقتي؟ انا عم بحكي عن المجتمع اللي انا فيه، ما حدا عنده الطاقه هاي كلياتها، ما حدا عنده الجلد هذا كلياته، ما حدا عنده مثل ما بيقولوا كبر المعلقه الكافي لحتى يخطي هاي الخطوه. لكن انا كشخص من منبر المتواضع هذا اللي بلاقي فيه 10 عم يشوفوني وثلاثه عم يحطوا لايك عليه، أنا في عندي وسيلة متاحة، أنا شايف هاي الوسيلة قد لا تكون ستغير العالم، قد لا تكون فعالة، لكن أنا شخصيا عملت تجربة وشفتها من هاي القناة المتواضعة جدا جدا، وأنا اللي بنشر عليها فيديو مرة بيزبط 10 لا بغيب شهرين بغيب ثلاثة، أنا قدرت أتعرف على ناس، قدرت أجمع ناس بناس
بهالمنبر هذا البسيط كتير. أنا شخصياً لما بقعد بعمل جرد أنا شو وصلت له، شوف إنه أنا حققت، أنا لو قدرت يعني حسن حياة شخص واحد بس ولو بشكل طفيف فأنا عملت إنجاز كتير كبير. وأنا أدعي وأخذ المسؤولية على عاتقي في هذا الادعاء أنه أنا شخصياً عملت هذا الموضوع في هالأدوات هاي البسيطة، بعيداً عن فكرة تغيير العالم، بعيداً عن فكرة تحمل لواء القضية، ترك شغلك، ترك بيتك، مول مثل عنا مثقفين يساريين كاسكيت وغليون. هذا المجتمع لازم إصلاح، فلازم نعمل على إصلاح هذا المجتمع. لا، إحنا من أولاد الحكي، لا، نحن بدنا نحاول نوصف هاي المشاكل ونحكي عنها مثل ما عم تطلع ناس كتير وبتحكي، ولكن بهاي الحالة خلونا نحكي اللي غيرنا ما عم يجرؤ يحكي، أو بهاي الحالة مش مهتم أصلاً إنه يحكي. أخيراً وليس آخراً، في نهاية هذا الفيديو اللي طولت عليكم فيه، اللي حيكون مقدم إلى مجموعة فيديوهات، أنا ما حأتوقف عن عمل الشيء اللي بعمله، يعني ممكن أعمل شوية أيضاً فيديوهات في بالي كذا فكرة عن هولندا بما يسمح لي الوقت. كمان حجاوب على سؤال أنا ما سألته، اللي هو يعني جاوبت عليه يمكن بشكل ضمني، اللي هو أنا ليش عم بعمل هيك. مثل ما قلت أنا أنه هو لأني أنا حاسس أني واجب إنساني، مش لأنيتي حابب أحكي، لأني حدا لازم يحكي، وبشجع الكل أني يحكي، بشجع الكل أني يحاول يغير، مو يحاول يغير والله نحن طالعين تيار أسقاط النظام، هذا مش شعار، أو نحن طالعين تيار من نتف على هذا المجتمع، أنت هيك ما حتغير شيء. وأيضا هو مرتبط بسؤال تاني اللي هو أنت شو مطلوب منك كشخص عاد ضيعت من وقتك هلا حاليا ربع ساعة وانت عم تسمع هذا الفيديو. بصراحة المطلوب منك ما مطلوب منك شيء. أنت إذا كنت شايف حالك أنه بتتوافق معي فكريا ببعض الأشياء، شاركني، انتقدني، ضف لي فكرة، أو حتى اطلع عبر عن فكرتك، يعني بنعمل لايف أو بنعمل أي شيء. وإذا أنت كنت يعني أنا هنا عم بعد شوي شوي بهذا الرينج اللي نحن فيه، يعني إذا كنت أنت مختلف معي لحد ما، أو شايف كلامي أنا عندي فكرة غلط، أنا لو فهمتها صح ممكن غير رأيي، وأنا جدا منفتح على هذا الموضوع، يا ريت نقدر نحن نختلف مع بعض، لأني أحسن شيء نحن بنقدر نعمله أنه نحن نتعلم نختلف مع بعض، لأن نحن بالمناسبة بشكل عام ما أنا موجودة بثقافتنا، يعني أنه نحن نختلف مع بعض، في نحن وفي التانيين على حسب، في عرب وفي يهود، في إسلام وفي مسيحية. إذا كانوا إسلام بعضهم ففي سني وفي شيعة، ففي شيعة وفي إسماعيلية وفي علوية وفي نحن، أو في عرب وأكراد، وفي هالثنائيات هاي كلها دائما ثنائية، ما في سبيكتروم. طب سني وسني، إيه سني بس هذا ما بيصلي، الموضوع ممكن يكون خارج الدين كليا. لا، ممكن نحن نبلش نتعلم نختلف مع بعض ونتعلم من بعض، نعتبرها تجربة، نعتبر هاي الفيديوهات اللي حنزل منها تقريبا شهريا فيديو، نعتبرها يعني أوكي حراك فكري أخي، خليني أنا عم حفز فكرك لحد تفكر شيء معين، خليني أعتبرك أنه ضيعت وقتك بأنه أنت عم تسمع واحد ما بيشبهك، لأن أنت متعود تسمع ناس مثلك، وأنا بشجع لهذا الموضوع، أنا بعمله شخصيا. وطبعا مثل ما بدي الشيء اللي بقوله دائما، ما مطلوب أي دعم مادي، يعني ما مطلوب أي دعم مادي، وأصلا أنا ما عملها هاي القناة لأتكسب منها، ولو بدي أعملها لأتكسب منها. أنا عم بقدم تبرير هلأ يمكن ما مضطر وما لازم أقدمه، لكن شايف أنه مناسبته ينحكى فيه. لو عم تكسب منك أنت اشتغلت علي أكثر، ويمكن كان طلع مثلي كتير قدموا هذا المضمون البائس اللي هو يعني أحسن شيء بيجيك منه هو المسبات، أكثر شيء هذا بيجيك أكثر شيء. وكشخص يعني لو بدي أشتغل فيه من شغلي، يعني بدي أخذ من وقت شغلي لأشتغل بها القناة، فأنا أربح لي كتير أشتغل بشغلي لحتى ما أخذ بالقناة، وهكذا دواليك. يعني المطلوب مثل ما قلت أنه نحن نحاول نفكر سوا، أو إذا اختلفنا نحاول نتعلم نختلف مع بعض، أو نختلف مع بعض ونختلف بطريقة حضارية، نتعلم من بعض ونبلش نحكي عن مشاكلنا، أو أخي نحن نحكي على ندور على 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 خط غير الرأي السائد، ندور نفكر خارج هاي الثنائيات، نبطل نشجع اثنين، بطل هاي الثنائيات سريتيل وMTN، إسرائيل وإيران، إيران وأمريكا، لا بلش نشوف بيناتها. يعني أنا قد أكون يوما ما أنا أوكي أنا شايف إنه إسرائيل معها حق، رغم إنه أنا مؤمن بالقضية الفلسطينية، بس أنا شايف إنه حماس هي اللي جرت إسرائيل لحتى تمارس هذا الإجرام على سبيل المثال. هذا اللي كنت بدي أحكيه للفيديو لهذا اليوم.
انتظروا فيديوهات لاحقة، ولأي إضافة بتعرفوا وين تلاقوني، you know where to find me. بتمنى لكم تضلوا بخير كل أحباء المتابعين، آسف على الغياب، الناس اللي استفادت لي والناس اللي ارتاحت مني بدي لكم أنا رجعت، ويعني سامحوني يا جماعة. تحياتي للجميع، سلام.